بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الطلبه المتابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير. لو انت بتتابعني لاول مره فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل التبديلات الفتره الجايه. النهارده ان شاء الله هتكلم مع طلب التاني عدني عن اهم الاسئله اللي ممكن تجيب لكم في سؤال الاختيارات، والاسئله دي طبعا تعتبر اسئله اول طلبه او اسئله متفوقين فهتكون صعبه شويه، فانا عايزك تركز معايا وتجيب ورقه وقلم عشان خاطر تكتب معايا. ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنتكلم عن حاجات كتير جدا، فتابع القناه ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو عشان خاطر ده بيفيد ان الفيديو يوصل لزمايلك. عايز اتكلم بس قبل ما ادخل في الدرس او قبل ما ادخل في الشرح عن حاجه مهمه جدا. شباب، انا كان بنتعامل مع طلبه كتير جدا، ولكن في قاسم مشترك ما بين كل الطلبه. اغلب الطلبه عايزه، للاسف، عايزه تنجح، عايزه توصل الحاجه اللي هي عايزاها، سواء احلام، سواء ان هو يبقى الاول، سواء ان هو يجيب درجات عاليه، ولكن هو مش عايز يتعب، وده غلط. اولا، انت جاي في الحياه هنا عشان خاطره تتعب وبس. فرجاء رجاء رجاء ما تقولش انا تعبت، انا مليت، انا خلاص اهانت. يعتبر اخر فتره، يعني طلاب الازهر دلوقتي بيمتحنوا وانت خلاص دخل على فتره الامتحانات، فركز رجاء بالله عليك. واهم حاجه، اهم حاجه لازم تعرف ازاي تذاكر، يعني ايه الحاجات المهمه، ايه الحاجات اللي تكون مواضع اسئله، ايه الحاجات اللي هي فيها تريكس. الامتحانات اللي فاتت، هل الموجهين بتوعك اللي بيحطوا الامتحانات او الاساتذه بيتفلسفوا ولا ناس بسيطه جدا؟ فالحاجات دي كلها ركز فيها من انت وصغير عشان خاطر بعدين هتفرج معاك. ممكن انت ما تكونش واخد بالك من الحاجات دي، ولكن بعدين بتفرج معاك. واحلى حاجه في الانجليزي ان هو ستيبس، خطوات مبنيه على بعض. كل ما توصل لمرحله بتعدي، فالمرحله اللي قبلها طبعا او المرحله اللي بعدها بتكون سهله. فرجاء ثم رجاء ثم رجاء، حاول ان انت الموضوع يكون بالنسبه لك سهل وبسيط وما تعجلش، ودايما دماغك هو اللي انت بتقوله له. يعني لو قلت حاجه دي صعبه فتفضل صعبه. يعني مثلا عندك سؤال ديالوج، والله السؤال ديالوج سهل جدا جدا جدا، بس انت حاول ان انت تبص للسؤال ده من منظور ثاني خالص. اعمل الحاجات اللي عليك وبعدين الموضوع هيبقى سهل. عموما عشان ما اطولش الشرح، يلا نتكلم عشان خاطر الاسئله اللي معايا النهارده مهمه جدا جدا جدا، فندخل مع بعض على الشرح. طبعا الاسئله اللي هنتكلم عليها النهارده هي اسئله الصف الثاني الاعدادي. الاسئله دي مهمه جدا جدا جدا. اي استفسار يا شباب، حد عايز اي استفسار، ممكن الصفحه بتاعتي، ودي طبعا صفحه اليوتيوب الخاصه بينا، فتابعهم او ابعت لي رساله وانا هرد عليك ان شاء الله. اسئله المتفوقين اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اسئله مهمه جدا جدا جدا. اول سؤال بيقول لك ايه؟ وي جو تو سكول ذا باص. ركز معايا، ناس كتير جدا هتتسرع تقول لك هنا باص يعتبر من وسائل المواصلات. وسائل الايه؟ المواصلات. فهيروح يختار بقى على طول، يا عم يلا باي عشان نخلص. لا، للاسف انت عندك قاعده بتقول لك ان وسائل المواصلات يجوز ان يجي قبلها باي عندما لا يكون هناك فاصل. يعني ايه زي الفاصل؟ زي اه، زي ان، زي ذا، تعتبر فاصل. غير كده بقى انت للاسف، للاسف هنا لازم تفكر. يعني لو عندي فاصل زي اه، ان، او ذا، انا هاخد اداه غير باي اللي انا متعود عليها. فقال لك انت تاخد يا اما ان يا اما اون او ان. طب امتى دي وامتى دي؟ طبعا عندك ان مع الكار والتاكسي، ولكن عندك اون مع باقي المواصلات. فهنا طبعا الاختيار الصح يبقى ايه؟ اون. اوكي، فركز عشان خاطر ما تتسرعش. السؤال رقم 2 بيقول لك هي هيلبس مي ماي هوم ورك. ركز بقى ان انت كلمة help يجوز ان يجي معاها with، يعني هو ساعدني فيه، لكن انا مش عايز اقول هنا فيه، انا عايز اجيب هنا فعل مع كلمة help. قال لك يجوز ان احنا يكون عندنا حاجتين، ان انت ممكن تجيب الفعل في المصدر، ويجوز ان انت تجيب الفعل مضاف له to والمصدر. طب هنا الاختيار الصح مين؟ عندك هنا do مصدر، وعندك to do. اذا الاختيار الصح هيكون B و C. احسنت. رقم 3 he studied hard that's no good he got high marks. الراجل ده ذاكر بجد، وخلي بالك من كلمة hard عشان خاطر كلمة hard تعتبر صفة
او ظرف كمان نفس الحاجه تعتبر شاذه، هارد وهارد. امال يا سيدي ده انا سمعت هارد لي، لا دي هارد لي معناها بالكاد. ركز عشان خاطر دي غير دي، خلاص كده. طيب يبقى هنا عندي هي ستادد هارد، هو ذاكر بجد ولهذا السبب. خلي بالك عندي بيكوز وعندي سو وعندي طبعا ذاتس مع كلمه عشان خاطر تبقى ولهذا السبب. ذاتس ايه بقى؟ ذاتس واي. احسنت، ولهذا السبب هو حصل على درجه عاليه. رقم 4، we got water from a نقط near our house. طبعا السؤال ده سهل جدا لان انت عارف الكلمه اللي انت هتختارها، ولكن في طلبه متسارعه جدا تاخد الكلمات اللي هي شبه بعض، فركز في الحته دي. اوعى تاخد الكلمه دي تاب، لان ده التاب اللي هو الشريط اللاصق. اذا انت عايز تاب، انت عايز ايه؟ تاب، خلاص. طيب اللي بعديها don't look off the window، window اللي هو الشباك. you might fall، might زي ما، زي ايه؟ زي ما اللي هي ربما، خلاص انت ربما تسقط. طيب ايه رأيك بقى ان look يجي معاها at ولوك يجي معاها out؟ طب انت عايز تقول look at ولوك out، نشوف المعنى. look at يعني ينظر الى، ولوك out اللي هو ينظر او يطل من حاجه، من شباك مثلا، من شرفه. فاذا هنا بقول لك ويندو شباك، يعني ايه؟ يعني لا تنظر او تطل من الايه؟ من الشباك، فهتكون لوك اوت. طيب اللي بعديها ذا كيرتنز اللي هي الستاير، ذا كاربتس السجاد، they look attractive، هما الاثنين attractive اللي هو جذاب. اذا اختيارك ماتش. ايه ده؟ ماتش دي مش هي اللي ماتش؟ اه هي تيجي بمعنى كلمه ماتش، مباراة. وإيه تاني؟ معنى ينسجم أو يتوافق، تمام. وإيه تاني؟ معنى يوصل، يبقى كده يوصل ينسجم. وعندك ماتش تاني معنى مباراة. طيب هيت يكره وديسلايك، يكره و اللايك اللي هو مختلف أو على العكس. طب هما الاتنين لوك اتراكتيف، الاتنين زي بعض، إذا طبعا أنت عايز تقول إيه؟ بيتماشوا مع بعض او ماشيين مع بعض. اذا الاختيار الصح طبعا هيكون كلمه ايه؟ ماتشز او ماتش، تمام. طيب عندك بقى السؤال اللي بعده، قال لك احمد سبنت هيز تايم، ركز في السؤال ده عشان خاطر مهم جدا. رقم 7، احمد بيقضي وقته فوتبول. طب سبنت في الغالب اللي بيجي بعديها بيكون ايه؟ بيكون في ان جي. الله ينور عليك، اذا اختيارك ها يقضي وقته في لعب، تمام. يبقى بلاينج هو الاختيار الصح. طيب تعال نشوف اللي بعديها، sick people always stay at a نقط in hospitals او in hospitals في المستشفيات. ركز الكلمات كلها شبه بعض، ولكن انت عايز تقول ان الناس دي بتبقى او بتظل فين؟ في عنبر. الله ينور عليك، اذا كلمه ايه بقى؟ ووت، تمام كويس. اللي بعديها I feel happier when I help someone. ركز بقى في السؤال ده، عندك هابي الاصل بتاعها، فهنا هابير عندك اصبحت مقارنه. طيب دي صفه طويله ولا قصيره؟ دي قصيره. اذا مقارنه الصفات القصيره فيها اي ار، وفي اهو عندك ماتش وميني، لان طبعا تو فيو يعني بعيدين شويه في الاختيار. طيب هنا ميني ولا ماتش، مين فيهم اللي يكون مع المقارنه؟ قال لك عادي جدا ان كلمه ماتش تجوز انها تيجي مع المقارنه، فاذا اختيارنا هنا هيكون كلمه ماتش هابير، يعني اكثر سعاده. فخلي بالك من الحاجه دي عشان خاطر الى حد ما ما اتكلمناش جامد عليها في منهجك. طيب رقم 10، وي كان كينجراتشوليتد، كينجراتشوليتد منى، احنا هنينا منى. وعندك ويننج فيها ان جي، ويننج فيها ايه؟ فيها ان جي. طب كينجراتشوليت بيجي معاها ايه؟ ايه حرف الجر اللي يجي معاها؟ اون. الله ينور عليك، يبقى congratulated منى on winning اللي هي فازت ب the competition، competition اللي هي المنافسة أو المسابقة. السؤال رقم 11 بيقول لك deaf people، الناس اللي هم إيه؟ الناس اللي هم الصم اللي ما بيسمعوش. communicate، ركز بقى، communicate يعني يتواصل. يجي معاها بقى ثلاث حاجات، communicate by، communicate with، و communicate in. طيب يا سيدي، اولا كوميونيكيت ويز يعني اتواصل مع شخص، كوميونيكيت باي يتواصل بواسطه، بواسطه اداه زي السوشيال ميديا، اي حاجه في السوشيال ميديا تعتبر، او الفون مثلا، تمام. ان يتواصل بلغه،
طيب يقول لك الناس اللي هي الدف دي بتتواصل بايه؟ بتتواصل بالساين لانجوج اللي هي لغات الاشاره. يبقى هنقول ايه بقى؟ كوميونيكيت ان ساين لانجوج، يبقى كوميونيكيت ان، مش هنقول بقى حاجه ثانيه، يبقى يتواصل باللغه، يبقى كوميونيكيت ان. سوري بقى الحاجه مختاره ايه الناحيه الثانيه، بس هي كوميونيكيت ان. طيب ذا بويز وير نقط اوف ذا سنيك، سنيك اللي هو الثعبان. طب الاولاد كانوا اوف، طب اوف دي هتجيب منك سكيري، سكيري يعني مخيف. طيب مش هتنفع انا مخيف، هقول الاولاد كانوا مخيف، لا انا عايز اقول كانوا خايفين. فطبعا الاختيار الصح عندك هتقول لي طب ما سكيري بتيجي مع اوف، سكيري اوف تيجي صح فعلا. طب فرايدند، فرايدند اوف تيجي برضه فعلا. اذا الاختيار الصح هيكون بي وسي اللي هما الاثنين، يبقى فرايدند اوف وسكيرد اوف الاثنين شبه بعض. طب رقم 13 هي هاز ا فود نقط ان اور ستريت. طبعا السؤال ده سهل جدا، اللي هو من الكلمات فود ستول طبعا اللي هو كشك متجول او كشك الباعي المتجول. اللي بعديها احمد از كليفر، لسه حلينه ايه حلينه دلوقتي ده انا علي. اذا هنا هناخد مين؟ هناخد ماتش. اوكي طيب 4 15 اور فرنيتشر، فرنيتشر يعني ايه؟ اساس. طب الاساس ده جمع ولا مفرد؟ كويس الاساس ده يعتبر مفرد، اذا اخترت الصح مين المفرد في دول؟ ابعد ابعد ابعد، يبقى اخترت مين؟ اخترت از. كويس اللي بعدي ماي فادر وركس ان انجينير، وركس يعني يعمل. طيب انا هقول ايه بقى؟ عايز اقول يشتغل شغلانه، خلي بالك عايز اقول يشتغل كانه او الشغلانه الحقيقيه بتاعته ان هو مهندس. اذا بقى للتشبيه هنا او للتشبيه الحقيقي هناخد ايه؟ از، الله ينور عليك، ورك از او وركس از، اشتغل كانه انجينير. اوكي في عندي كلمه تاني ممكن نقول لايك، لايك ده طبعا في التشبيه اللي هو غير حاجه، يقول لك ايه؟ يو لوك لايك او يو لوك او لايك ماي فادر لايك كذا، فهنا التشبيه طبعا ما بيكونش حقيقي شويه. تمام او لايك ذا سان زي لايك ذا لاين زي الاسد. اللي بعديها هي didn't go school without، طبعا without يا اخوانا المفروض انا هنا بجيب بعدها القاعده بتاعتها اي ان جي. اذا الاختيار الصح هيكون ايه؟ هيكون having without having his breakfast. طيب he goes to the school، ركز بقى في السؤال ده عشان خاطر يزر شويه. عندك every day every day ever day، ابعد دي خالص، ever دي ملهاش اي كلام. a days a days a days اصلا غلط، لان a ومعاها days طبعا جمع ما تنفعش اصلا خالص. فضل عندي اتنين every day و every day، هل في فرق ما بينهم؟ دي معناها كل يوم، كل ايه؟ يوم. امال دي معناها ايه؟ قال لك دي معناها يومي، صفه، صفه بمعنى يومي. اقول لك مثلا العمل اليومي، تبقى الكلمه دي بقى every day وتحط عليها كلمه work، every day work اللي هو العمل اليومي. طب انا اقول he goes to the club، عايز اقول يومي، طب ما تقول لي يومي يا عم، لا مش يومي، انا عايز اقول كل يوم، مش عايز اقول يومي، لان لو قلت يومي هنا حطيتها هضطر اجيب هنا اسم بقى عشان اوصفها. تمام هضطر اجيب اسم عشان خاطر يوصف او نكون واصفينه قبليها. فاذا طبعا الاختيار الصح يكون every day اللي هي تعتبر كل يوم. تمام فركز بالله في الحاجات دي عشان قدر مهمه وحاول تكتبها ورايا. رقم 19 she is او she نقط visits اسوان. طيب اولا لو حطينا اي حد من العيله دي سواء dont او didn't او doesn't، هنلاحظ طبعا ان حرف الاس مش هينفع يتحط، فاكيد طبعا ده السؤال ده صريح يعني واضح ومشهور جدا اللي هو معاها ايه؟ never. اذا الاختيار الصح هيكون never. اللي بعديها shall we، قاعدة shall بتقول لك تستخدم للاقتراح ويأتي معها المصدر، يجي معها مين؟ المصدر. إذا اللي اختار المصدر في دول اللي هو visit، ركز عشان خاطر بتوع أسوان جاتهم في امتحان السنة اللي فاتت وفي ناس غلطت فيها. اللي بعديها 21 we are doing an experiment، خلي بالك إن كلمة experiment بتاخد do، كلمة experiment من الحاجات اللي بتاخد دو. and نقط notes، طب notes اللي هي الملاحظات، الملاحظات بقى بتاخد ايه من دول؟ الملاحظات بتاخد make. طب يا سيدي انت عايز make في المصدر ولا في الماضي ولا makes مصدر برضو بس متضاف له اس ولا making مصدر برضو متضاف له ing؟ طب بص كده على doing وبص كده على ار، يبقى ار دوينج اند اكسبيرمنتس اند ميكينج، يبقى الاختيار الصح هيكون ايه؟ ميكينج. طبعا تماشيها مع مين؟ مع دوينج. شي از كليفر شي ستادد،
شي از كليفر يعني هي ذكيه. شي ستادد. طيب ركز بقى، انت هنا عايز تحط ايه، ظرف ولا صفه؟ انت عايز تحط ظرف، اكسبت. طيب هاردلي، لا احنا قلنا طبعا ان هارد هي الصفه وهي الظرف. باد تعتبر صفه، جود تعتبر صفه. طبعا باد المفروض تبقى بادلي اللي واي، جود طبعا انتوا عارفين جود بتبقى ويل، الحاجات المهمه جدا في الظرف ان ده يعتبر ظرف شاذ، وهارد كذلك ظرف شاذ ولكن تبقى هارد زيها. تمام، فاذا في الصفه والظرف بنقول هارد، فلو عندك اختيار المفروض تختار فيه هارد خد هارد بس في منهجك انت. تمام. 23 وات از ذا ماتر، امسح لك بس عشان خاطر تشوف وات از ذا ماتر. كلمه ماتر يا شباب اللي هي الامر او من المشكله، ايه اللي حاصل معاك. بس كلمه وات ذا بروبلم وبتتقال دايما من الدكاتره اول ما تدخل، ايه وات ذا ماتر، وات ذا ماتر، او واتس رونج وذ يو. طيب هي لوكس، كلمه لوكس يعني يبدو، كلمه لوكس بمعنى يبدو. ركز بقى عشان خاطر الحاجات بتاعت يبدو دي برضو بتيجي بعدها صفات، ركز عشان خاطر عندي ام از ار في منهجك انت بعده صفه مش ظرف. يعني لو عايز تقول هي از نقول لي طب ما الظرف بيوصف الفعل، لا يا حبيبي الا ظرف او الا فعل بي، يعني ام از ار ما ينفعش تيجي بعديهم ظروف، تيجي بعديهم صفات. هتقول هي از جود اوعى تقول ويل. فنفس الكلام برضه لوك زيهم. طيب بتقول له واتس ذا ماتر، ما المشكله؟ يبقى انت عايز تقول له هي لوكس انجر، انجر ده الغضب، ده الاسم هنبعده خالص. هابلي ظرف كمان نفس الكلام ما ينفعش تيجي خالص، احنا قلنا مش عايزين ظروف، احنا عايزين صفه هنا. طيب بعديها بيشنتلي برضه نفس الكلام طلعت بره، يبقى انجري. ونفس الكلام انت لو عايز تساله ايه المشكله اكيد هيكون غضبان، يبقى هي لوكس انجري، هو شكله ايه؟ شكله غضبان. السؤال رقم 24 when بسنت بيرث داي، بسنت بيرث داي طبعا الاس بتاعت الملكيه اللي هو عايز يسال يقول امتى عيد ميلاد بسنت. السؤال ريزر شويه، طب انا هقول امتى عيد ميلاد بسنت، يعني طبعا هنستبعد في حاجه هنستبعدها، دوخ هنستبعدها ليه؟ عشان بسنت مفرد، يبقى كده بعدناها خالص. بعدين عندك ديد والامتى كان او ممكن تمشي، طب ماشي. عندك was بسنت تمشي، does في المضارع تمشي. طب يا ترى اللي هاخد ايه؟ يا عم انت تعب نفسك ليه؟ انت تعب نفسك ليه؟ بالله عليك انت المدرس بتاعك قال لك ايه؟ قال لك ان عندي عيلة بي وعندي عيلة دو. عيلة بي اللي هم خمسة ام اس ار was وير. طب وعيلة دو طبعا ثلاثة اللي هم دو does did ومشتقاتهم طبعا. العيلة دي بيجي معاها صفات واسماء. والعيلة دي خاصة بالأفعال، أفعال معاها في المصدر. طب يا سيدي أنت عايز تسأل عن عيد الميلاد، أنت عايز تسأل إمتى كان عيد الميلاد، إيه دخل عيلة دو في الموضوع؟ مفيش فعل هنا، أنت عايز تسأل عن عيد ميلاد يعتبر اسم. فهنا طبعا أنت عايز عيلة بي، مفيش غير واحد بس من عيلة بي، فما تلفش نفسك وتدخل نفسك في حوارات. هو السؤال رقم 25 بيقول لك I wrote the email. طيب من الآخر كده عشان نخلص بس، روت في زمن إيه؟ الماضي. فطبعا مش هينفع تاخد ناو ولا هتاخد بكره تومورو ولا نيكست. فاذا طبعا اللي انت عايزه هتاخد كلمه لاست، لاست ويك اللي هو الاسبوع الايه؟ الاسبوع اللي فات. طيب سؤال 26 يو ريدي، طبعا ريدي زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان هي صفه والصفات هنستبعد منها عيله دو اه كده اتنين، ار وير فضلوا اتنين، يبقى كده انا هحدد على كلمه لاست ويك وهختار واحده من الاتنين دول عشان خاطر عندي لاست، اذا الاصح هنقول وير. طيب رقم 27 he used to be lazy، ركز عشان السؤال ده بيتكرر كتير جدا. هو كان معتاد ايام زمان ان هو كل lazy كسلان but now، ولكن الان الان ايه بقى؟ الان ايه؟ ها هنبعد بقى don't بحكم ان عندك هي، وهنبعد is. طب isn't ولا doesn't؟ اختيارك الصح doesn't، الله ينور عليك. ولكن هو مش معتاد دلوقتي عشان خاطر بيجيبها لك في تصحيح الغلط، يقول لك isn't صحيحه، هتقول له doesn't على طول. السؤال ده بتكرر كتير فخلي بالك منه. سؤال 28 وداخل سؤال معانا animal is. بص يا شباب اول ما تلاقي كلمه باي كده عندي باي اهو، او اول ما تلاقي غير عاقل وانا مش دقيق في حته غير عاقل، انا دايما بقول لك ايه؟ لو عندك جماد اتبدا بيه، لو عندك جماد اتبدا بيه بعده
is أو are. معنى كده إن أنت عايز تصريف تالت للفعل عشان خاطر هنا مبني المجهول. فدي لفة طبعا أنا يمكن شرحتها جوه. فعموما ده مبني المجهول من كلمة باي، أو لو ما تشوف بدأ بجماد. فهنا طبعا المبني المجهول بعد am و is و are احنا عايزين التصريف التالت للفعل اللي هو طبعا مين؟ اللي هو written. تصريف تالت مين؟ write تكون wrote في الماضي التصريف التاني، و written التصريف التالت. وبكده أكون خلصت أهم 28 سؤال عندك في المنهج. لحد ما الأسئلة دي مهمة جدا، قرأناهم بسرعة ما شرحناش كتير، بس أنا عايزك الأسئلة دي تفتكرها للإيه؟ يعني للذكر، يعني عشان خاطر لو جاتك أو لو حد حب يتفلسف عليك في الامتحان أو لو بعد كده جاتك تكون عارفها وما تغلطش فيها وما تشيلش نفسك درجة. هنتكلم عن حاجات ياما، فبالله عليك شد وخلي الدنيا بالنسبة لك سهلة وبسيطة، وحاول إن أنت أهم حاجة تكتب أي حاجة صعبة عليك اكتبها بيدك عشان خاطر كل حاجة تكون سهلة طالما اتكتبت باليد. تمام؟ عموما استنوني، ولو عندك أي استفسار أو أي سؤال حابب تكتبه اكتبوني في الكومنتس وإن شاء الله هكون معاكم. ولو أنت مش عايز تكتب في الكومنتس ممكن تبعتلي على الصفحة وأنا هرد عليك إن شاء الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.